ينضم لنا الآن من بروكسل مفدنا أشرف سعد. أشرف أهلا بك معنا. إذن اجتماع على مستوى وزراء الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، موضوع وضع السقف لسعر الغاز الروسي على الطاولة، ولكن يبدو بأن هذا الاجتماع لن يخرج بربما قرار موحد في ظل الانقسامات التي الآن تعصف بدول الاتحاد الأوروبي. حتى موضوع وضع سقف لسعر الغاز الروسي لم يطرح في المسودة التي وضعتها المفوضية الأوروبية لمناقشتها خلال هذا الاجتماع، بل اكتفت فقط بالتحديث عن السيطرة على الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وكيفية حماية المواطنين والشركات من هذا التأثير المبالغ فيه لارتفاع أسعار الغاز والكهرباء. بالطبع المفوضية وضعت بعض المناهج أو بعض الطرق لمواجهة هذا الارتفاع، من بينها الحد من استهلاك الكهرباء، من بينها أيضا وضع حد أقصى للارتفاع في الأرباح التي تجنيها شركات الكهرباء، وأيضا فرض ضرائب استثنائية على شركات النفط والغاز التي تجني أرباحا استثنائية أيضا بسبب الأزمة الحالية. البند الثالث الذي ستتم مناقشته أو البند الرابع الذي ستتم مناقشته رغم أنه لم يكن مطروحا على جدول الأعمال، هو إيجاز من السويد والدنمارك وألمانيا بشأن التسرب الذي أصاب خط غاز نورد ستريم وتأثيره وكيفية التعامل معه. وزير الطاقة السويدي صرح قبيل لدى وصوله إلى هنا إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل بأن لابد من إجراء تحقيق واسع ومعمق حول سبب هذا التفجير أو سبب هذا التسرب وكيف وقع التفجير الذي أدى إليه، وأشار إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى أن هذا الحادث ليس حادثا عرضيا ولكنه حادث مدبر، ولكن المسؤول عنه أحجم المسؤول السويدي عن الإشارة إلى الجهة التي تسببت في هذا الحادث، وقال فقط أن الأمر يحتاج إلى المزيد من التحقيق والمزيد من البحث لمعرفة السبب وراء هذا الحادث. في إشارة أخرى أيضا، ما زالت الدول الأوروبية لا تحظى بإجماع كبير حول وضع سقف لأسعار الغاز سواء الغاز الروسي أو الغاز المستخدم حاليا، وهي تركز حاليا على زيادة احتياطياتها من الغاز خلال الفترة المقبلة لمواجهة الارتفاع في الطلب خلال أشهر الشتاء. شكرا لك مفدنا أشرف سعد، كان معنا من بروكسل.